شكرا للزميل هيكل الشعري. ضربات الجزاء اكيد ضربات الحظ، ضربات المعاناه بين وفاق ستيف والشباب بالوزداد، والركله الاولى بالنسبه للوفاق التنفيذ، والحارس عبد القادر الصالحي في المرمى، عبد الرزاق اعراب ويعطي شارة تنفيذ ضربه الجزاء الاولى وناجحه. ناجحة ضربة الجزاء الأولى لميلود الربيعي، 1-0 أول ضربة جزاء ناجحة بالنسبة لوفاق ستيف. ميلود الربيعي تبعها الحارس عبد القادر الصالحي، 1-0 في أول ركلة لوفاق ستيف. كيف ستكون الركلة الأولى للشباب بالوزداد؟ ميلود الربيعي والكرة الشباب بالوزداد من خلال تنفيذ ركلة الجزاء الأولى بالنسبة للشباب. صخبة في المرمى عن الركلة بالنسبة للشباب، ضائعة ضائعة. يهدر الكرة، يهدر محمد النعماني، محمد النعماني يضيع ضربة الجزاء الأولى بالنسبة للشباب بالوزداد. عايز الكرة، هذه الإعادة، نعمان مدافع قوية تبعها الحارس صخبة. 1-0 ركلة الجزاء الأولى مهدورة بالنسبة للشباب، ناجحة بالنسبة للوفاق. ركلة الجزاء الثانية للأمانة معلقة أكيد على عبد القادر الصالحي، وعبد المؤمن شاب من جانب الوفاق في التنفيذ. عبد المؤمن يتصدى صالحي، يتصدى صالحي، عبد المؤمن جاب ويهدر ضربة الجزاء. كيفية غريبة، كانت سهلة سهلة، كانت الحارس صالحي من عبد المؤمن شابو يسار، كان واضح انه جابو باش يسدد على يسار صالحي ويهدر ضربة الجزاء. 1-0 تبقى النتيجة للوفاق، لكن الوفاق سدد ضربتين والركلة الثانية بالنسبة للشباب من أجل التعديل. ركلة الجزاء الثانية بالنسبة يا ولاد الحمراء لشباب بالوزداد. كورة ينفذ، يعدل 1-1 على مستوى تنفيذ ضربات الجزاء بالنسبة للشباب بالوزداد. الركلة الثانية كانت ناجحة في المرمى، كانت قوية جدا من عاجي. 1-1 على مستوى التنفيذ، كل فريق أهدر ركلة جزاء في السلسلة الأولى من ركلات الحظ بالنسبة لهذا الدور النهائي الممتاز لكرة القدم الجزائرية السوبر. ركلة الجزاء الثالثة لوفاق ستيف. أكرم شحنيت أمام عبد القادر صالحي، شحنيت صالحي، صالحي شحنيت، ولا الثاني الهدف الثاني. ركلة الجزاء الثانية الناجحة يكرم جحنيت وليوفاق ستيف. يتواصل التشويق حتى في ركلات الحظ، ركلات الجزاء. شحنيت بذكاء كبير، الصالحي عن اليمين وكرة شحنيت تقريبا في وسط المرمى. 2-1 للوفاق، ثالث ركلة جزاء من أجل التعديل بالنسبة للشباب بالوزداد. التنفيذ من امير بلايلي، بلايلي من اجل التعديل، بلايلي زخبه، بلايلي يعدل 2-2 من امير البلايلي. تتواصل ركلات الحظ ويتواصل التشويق ويتواصل الحماس بقوه. امير بلايلي يعطي حتى فرصه للحارس زخبه، زخبه حول على اليسار، وامير بلايلي بقوة كبيرة في زاوية صعبة يخالط صخبة. كرة أخرى وركلة أخرى رابعة بالنسبة للوفاق أمام الحارس عبد القادر الصالحي. زكريا حدوش، حدوش والصالحي، الركلة الرابعة بالنسبة للوفاق. كيف سيكون مالها؟ زكريا صالحي، زكريا حدوش، والهدف الرابع. ركلة الجزاء الثالثة
الثالثة ناجحة بالنسبة لوفاق ستيف. سد الأربعة نجح في ثلاثة فقط عبد المنجب وأخفق. نجح بنود أكرم وزكريا. وبالنسبة للشباب ثلاثة ركلات اثنين ناجحة لعايش الليلي، والأولى كانت مهدورة لمحمد النعماني. ركلة الجزاء الرابعة بالنسبة للشباب بالوزداد. كرة من محمد أمين حامية. محمد أمين حامية تنفيذ ضربة الجزاء، ضغط كبير على حامية، انتقادة كبيرة في الأسابيع الماضية والمباريات الأخيرة. حامية وصخبة وركلة الجزاء للشباب بالوزداد. يا ولاد الحمراء العقيبة حامية ويتصدى. صخبة 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 حامية يهدر. ضغط كبير كان على حامية، ضغط كبير كان على حامية. هذه الكرة 3-2 للوفاق، 3-2 للوفاق، 3-2 للوفاق، 3-2 للوفاق. ضربة الجزاء الأخيرة بالنسبة للكحلة. يسجل يتوج الثمانية بالقميص رقم ثمانية حمزة آية وعمر. حمزة أمام صالحي. حمزة